بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الدرس راح نكمل الجزء الرابع من كيفية إنشاء درس في أرضية موديل. هتجلو ولا ندخل البورتال الإلكترونيك نتاعنا معبد خير الولاية، بعد تخير الهيئة هي الجامعة تاعنا، تخرج لي جامعة جيل بنعمة، تخير لو ليان ليرنين بوان أونيف تريكا 1.17. كونكتي فوالا. لاحظ الله هنا في الجهة اليسرى هاوليك الكور تاعي، قلنا أو الكونتيني تاعو باه نضيف في أي حاجة لهنا. واش لازم ندير؟ لازم نأكتيفي لو مود إيديسيون، هاوليك نأكتيفي لو مود إيديسيون. فوالا كنأكتيفي لو مود إيديسيون، واش نلاحظ؟ نلاحظ هادو صوالح يخرجوا لي هنا، كاين صوالح يخرجوا لي منا. أوكي نعاود نبدلها مود إيديسيون. فوالا لاحظ بلي هم راحوا، معنتها ما نقدرش نبدل. أوكي أكتيفي لو مود إيديسيون. كاين بعض الأساتذة سقساوني كيفاش ندير نديبلاسي هادو لي سيكسيون لي عندنا، لي سيكسيون ولا الوحدات لي عندنا. أوكي نكليكي هنا مثلا، هادي منا بغيت نديرها قبل هادي، بغيت نديرها قبل انتروديكسيون مثلا. شوفي نكليكي هنا ممكن هادو لي كات فلاش ونطلع رجعت شابيتر ان قبل انتروديكسيون، نعكس دروك انتروديكسيون نديرها قبل شابيتر ان كيما نحب. وفينا بنفس الطريقة معنتها محتوى تاع لا سيكسيون تاعنا. اوكي في حالة ما اذا كانوا عندي زوج صوالح ولا ثلاثة لهنا في ليست، دونك نقدر نديبلاسي ما بيناتهم ثاني بهذو لي كات بوان. اوكي ولا هذه مثلا بغيت نحيها منها نحطها هنا، هذه مثلا غلط ما تندارش في لانتروديكسيون تندار في الشابيتر ا مثلا، نقدر نحولها لو كونت تاع سيكسيون نقدر نديبلاسي في سيكسيون واحده اخرى والعكس ثاني. اوكي صح، هذه بالنسبه كيفاش ندير ديبلاسي لي سيكسيون تاعي. نكملوا دروك الدرس تاع اليوم، يتمحور على غرفه الدردشه والمنتديات. اوكي واش هو الفرق ما بيناتهم؟ الحاجه الاولى اني نبدا كيفاش ندير نزيد غرفه الدردشه مثلا في هذا الفصل الاول، اني باغي ندير له غرفه الدردشه. نكليك على اجوتي ان اكتيفيتي اور ريسورس، بعد نجي لهنا نلاحظ واش كاين عندي. كاين عندي شات عندها غرفه الدردشه، اوكي شات روم، ولا عندي فوريوم اللي هو منتدى. فوالا كليك على غرفه الدردشه اجوتيها، نعطيها مثلا هذي بعض نقولو سموها صالة شات. مثلا اوكي ولا نسموها صالة شات، ولا هنا نكتبو اورغانيزي شات اونليني اور ديسكوتي اوتور شابتر ان. فوالا هنا امتي ديسكريبسيون للصالون دو شات نتاعنا. افيشو هذا ديسكريبسيون بعيبا لنا. هنا عندي لي سيسيون، في حالة ما إذا مثلا بغيت هذه صالة دوشات نبروغراميها معنتها أوتوماتيكمون أون فوا ولا دو فوا بار سومان ولا كيما نحب. مثلا تبدا 20 أفريل اليوم مثلا على 10 تاع الليل، أوكي 22 مثلا، نعرف روحي بلي 22 نكون ليبر نقدر نكومونيكي مع لي ستيديون تاوعي. نكليكي بروغرامي على 22 ومن بعد هنا الا مبغيتش نبيبليها نريبيتيها، ولا هنا شاك جور مثلا ولا شاك سومان
كل سمانة مثلا عندي نهار في السمانة خرج لي هذه نبروغرامي لي زورار تاوعي لهنا. اوكي ولهنا ما بابلي لي زورار معناتها ما نقدر ما نبيبليش كاع. هنا نقدر كاين دي ريغلاج واحد اخرين لا ديسبونيبيليتي تاعها تطافيش ولا ما طافيشاش. دونك هادو سو سون لي بارامتر تاع صالون دو شات نتاعنا. اوكي من بعد نكليكي على ريجستري افيشي نلاحظ هاوليك صالون دو شات. نعاود نرجع لهنا هاوليك الكور نتاعي اللي كيفيه. اوكي كيتي لو مود ديسيون لاحظ بلي الساعة كي كنت نديبلاسي في لانتروديكسيون هي ترجعت لنا لهنا الفوق. غلط نحاول نرجعها. فوالا فوالا هاي ليك نكيتي لو مود ديسيون تاعنا. واش نلاحظ؟ لاحظ اني او تكري عندي ان صالون دو شات لهنا وهاي ليك لا ديسكريبسيون اللي كتبتها. اوكي هذا بالنسبه لصالون دو شات كليكي فيه مثلا تقدر لونسي كليكي ايسي بور بارتيسيبي او شات. هنا الشات تاعنا اللي راح يخرج لنا هو مود تكست برك معناتها نشوف هاد الناس اللي راني نشاطي معاهم. اوكي فوالا هنا يخرج لونون تاعي اونطوكو سينيو لي ستوديو اللي طلعوا يخرجوا لونون تاعهم من لهنا. بصح المشكل تاع هذه الشات اش هو مثلا من لهنا نقدر نقول هنا السلام عليكم. اوكي نلاحظ بلي انا اللي كتبت السلام عليكم. دونك الا كاين دي ستوديو واحد اخرين يطلعوا لي نون تاعهم من لهنا دونك اي واحد يكتب واش راه باغي. اوكي صالون دو شات معناها صح. المشكل تاع هذا الصالون دو شات انه لا كومونيكاسيون تكون لحظيه انستونطاني معناتها ثم انا نكتب ريبونس ولا نكتب كيستيون وواحد من لي ستوديو ولا يريبوندي عليها في نفس الوقت. اوكي المشكل تاعها هذه فاني هو ثاني انه لي ستوديو لازم يكون عندهم دي كونت في الارضيه معناتها لي ستوديو اللي كونيكتو اون مود انونيم ما يقدروش يبارتيسيبو في الشات. علاه؟ معناتها الميساج هذاك ما نقدرش نعرفو تاع من. اوكي هذه بالنسبه للصالون دو شات. قلنا في لي صالون دو شات لا كومونيكاسيون سورا انستونطاني معناتها لحظيه في نفس الوقت اللي راني نجاوب فيه ولا راني نبوزي فيه لا كيستيون لازم الانسان الاخر يريبوندي عليه. صح هذه بالنسبه للصالون دو شات. نعاود ناكتيفي دوك لو مود ايديسيون باه نشوفو كيفاش نديرو اجوتو ان فوريم دو ديسكسيون. نعاود نهبط هنا كليك على اجوتي ان اكتيفيتي وريسورس نهبط عند فوريم. اوكي اجوتي هنا فوريم فوريم مثلا فوريم ديسكسيون. فوليوم اوكي بنفس الطريقة نافيشيها افيشي لا ديسكريبسيون تاعها. لهنا نقدر نتحكم في لي بارامتر تاعها. اوكي هما هنا عندي لي بارامتر كيما نحب نريجستري حضرتك. فوالا نعاود نرجع للكود نتاعي كيتي لو مود ديسيون. نلاحظ هنا نهبط هاوليك في الشابيتر نتاعي عندي لو سيبور تاعي تاع الكور بي دي اف عندي صالة دو شات بلس فورم دو ديسكسيون. كليك على الفورم دو ديسكسيون اجوتي ان ديسكسيون مثلا
سميها مثلا فضيلة كريستيان تاعي ولا discuter, veuillez vous donner définition OK. هنا أنا حطيت نحط فتحت ان سوجي دو ديسكوسيون اوكي فتحت ان سوجي دو ديسكوسيون معناتها يجي واحد اخر اللي يكون انتريسي لاحظ ان هنا هذه لا ديسكوسيون شكون اللي لونسها لونسيتها انا اون طونك انسينيون معناتها ميم لي ستيديون يقدروا ياجوتو ان ديسكوسيون يقدر ايتيديون اجوتي ان ديسكوسيون يكتب لا كيستيون تاعو تخرج له بالاسم تاعو لهنا اوكي والجماعه نتاعو صحابو ولا لونسينيون يجاوب على هذه لا كيستيون اوكي كما بالنسبه لي انا هنا درت سيكوا كوتلا معناتها يجي نابورت كاليتيديون ولا كامل لي ستيديون يقدروا يريبوندو معناتها نقدر نستقبل دي ريبونس من عند لي ستيديون اوكي نقدر نستقبل دي ريبونس من عند لي ستيديون شنو هي لافونتاج تاع لا ديسكسيون انه ما تكونش انستونتاني معناتها انا اللي درتها دروك الصباح يقدر لي ستيديون يريبوندي عليها مع الليل يقدر يريبوندي عليها غدوه ان شاء الله اوكي هذا هو الفرق ما بينها وما بين صالون دو شات صالون دو شات انه لازم لي تيديون يكون معاك في نفس الوقت اون ليني اوكي لازم يكون معاك في نفس الوقت اون ليني بار كونتر لو فورم دو ديسكوسيون لا انت تبوزي لا كيستيون تعطيلو لارجومون لو طون باه يريبوندي عليها اوكي انت يقدر يريبوندي على نابورت كال مومون يبغيه هو ها نعاود نرجع الشابيتر تاعي توجور لهنا عندي هذا برضو ليا اوكي لاحظ هنا هاي خرجت لي غير فورم دو ديسكسيون معناتها لا كيسيون تاعي ما خرجتش علاه عاود نكليكي فيها في الفورم دو ديسكسيون داخل هنا يخرجوا لي لي ديسكسيون اللي كاينين مثلا نعاود نجيب نزيد اون كيستيون واحده اخرى كليكي على اجوتي اون ديسكسيون عندي ان بروبليم دو كونيكسيون فوالا هنا d'invention voilà quelle date là oui toujours ok bon j'ai ما اونفويها لهنا لاحظ بلي عندي دو سوجي دو ديسكوسيون راهم خرجوا لي هنا معناتها يقدر يكونوا لي دي ميلي دو سوجي دو ديسكوسيون معناتها اي ايتيديو مثلا مش فاهم حاجه في الشابيتر هذا مثلا يقدر يبوزي كيستيون لهنا وجماعه صحابو يريبوندو عليها معناتها ماشي شرط لونسينيون لوي ميم هو اللي يريبوندي لا معناتها يقدر لي ستوديو يريبوندو حيث ما اذا كبرت لا ليست عندنا نقدر روشاشي معناتها على اي سوجي نحوس عليه لهنا هاي روشاش فوريم معناتها نقدر روشاشي على هذا السوجي اللي نحوس عليه اوكي دونك الملخص من هذا الدرس تاع اليوم شنو هو ان شفنا زوج صوالح اللي هما لي سالون دو شات قلنا سا دوموند لا كونيكسيون اون ليني تاع لي ستيديو مع لونسينيون في نفس الوقت اوكي معناتها لازم يكونوا كامل اون ليني ولا بارتي منهم اوكي بالنسبه للفورم دو ديسكسيون لا هذه ما تضمنديش باه يكون الاستديو ليني في نفس الوقت معاك
اوكي، معناتها الضمان دي انهم سواء لونسينيون ولا لي ستيديون يلونسو دي سيجي دو ديسكسيون، ومن بعد اي واحد منهم يريبوندي اترافير لوتر. اوكي، هذا ونكتفي بالدرس تاع اليوم ان شاء الله، والى الملتقى ان شاء الله.